اهلا بحضراتكم من جديد. وفقره الترند العالمي والسوشيال ميديا هناك اكيد في اوروبا وفي مصر، حتى الكره العالميه والكره الاوروبيه في كلام كتير قوي بالنسبه للفتره الجايه، الانتقالات، الصفقات، حوار ليونيل ميسي، ماذا يعني الى اي مدى انتهى خلال الساعات القليله الماضيه، بقى في برشلونه والموضوع انتهى بعد صراع كبير جدا وحديث كبير جدا قلب العالم كله، والكل كان بيتكلم على موضوع ليونيل ميسي. لكن هنشوف الفتره الجايه السوشيال ميديا بتتكلم بخصوص ميسي وايه الجديد، لان كل ساعه في جديد وكل دقيقه في جديد بخصوص ليونيل ميسي. نبدا مع بعض من الميرور البريطانيه وصفحتها الرسميه على تويتر، واللي قالت فيها ان ميسي وصل لمقر تدريبات برشلونه قبل انطلاقه بنصف ساعه، لكن من خلال الصوره الميرور شافت ان في ملامح للحزن ظهرت على وجه ميسي وتدرب منفردا قبل وصول باقي الفريق. اعتقد السنه دي هتكون سنه فارقه مع ليونيل ميسي خلال وجوده في برشلونه وامكانيه استمراره في الفتره القادمه بعد اثاره الجدل بخصوص الشرط الجزائي والرقم الكبير اللي اتقال حوالي 700 مليون اورو. طيب مكملين معاكم في الترند العالمي ونشوف الخبر اللي جاي معانا، وهنا بنتكلم على ممفيس ديباي. ممفيس ديباي بنتكلم على حساب في الجول على تويتر اللي نشر تصريحات ليه وقال اعلم عن اهتمام برشلونه لكن لا أستطيع التعليق على ذلك الآن، سأتحدث في الأيام القادمة مع وكيلي ونادي ليون الفرنسي. قدمنا حتى صورة لديباي وهو لابس مرتدي تيشيرت برشلونة. صفقات والانتقالات الفترة الجاية رغم ظروف الكورونا والأزمة المالية، لكن أسامي لعيبة كبيرة جدا هيكون في زلزال في الصفقات والانتقالات القادمة في الدوريات الأوروبية. طيب نروح كمان لحساب جريدة ليكيب الفرنسية، وهنا صحيفة ليكيب الفرنسية على حسابها على تويتر نشر تصريحات لديدي ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي قبل مباراة كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية والمقرر إقامتها مساء اليوم. قال إن مباراة اليوم ستكون مختلفة عن مباراتنا مع كرواتيا في نهائي كأس العالم، آخر مباراة كأس عالم في 2018 في روسيا. تأكيد المباراة هتكون مختلفة، ده نهائي كأس عالم، ده مباراة في الدوري أو دوري الأمم الأوروبية، الموقف مختلف والمباراة مختلفة وأهدافها كمان هتكون مختلفة. طيب لسه مكملين مع فرنسا ونروح لبي بي سي سبورت، وهنا بتتكلم عن غياب كيليان مبابي عن مباراة فرنسا في دوري الأمم ضد كرواتيا بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا. ده اللي قاله حساب بي بي سي على تويتر، إن كيليان مبابي عنده إصابة بفيروس كورونا وبالتالي مش هيكون موجود في مباراة فرنسا ضد كرواتيا. كمان نروح لإنجلترا ونشوف بالنسبة لإنجلترا في الفترة اللي جاية، ونبدأ بفيل فودن لاعب مانشستر سيتي والمنتخب الإنجليزي اللي نشر بيان اعتذار على حسابه بتويتر وقال بعد الضجة التي حدثت بسبب أفعالي في أيسلندا أود أن أعتذر لجاريث ساوثجيت المدير الفني وزملائي في الفريق الإنجليزي والموظفين والمشجعين والنادي وعائلتي. على فكرة الموضوع ده عامل أزمة كبيرة جدا في إنجلترا، وجاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي كان واخد قرار بخصوص أكتر من لاعب في أزمة كده معينة يعني خلال الفترة الأخيرة. طيب مكملين معاكم ونشوف برضو نادي أو أحد أندية الدوري الإنجليزي نادي إيفرتون من خلال صفحته الرسمية على تويتر قال إن خلاص انضم الكولومبي خيمس رودريجيز لاعب ريال مدريد الأسباني إلى النادي الإنجليزي. بالتأكيد خيمس رودريجيز من اللعيبة المميزة جدا اللي كان موجود في نادي ريال مدريد. طيب في هذه الأثناء مهم جدا يكون معانا على الهاتف مداخلة هاتفية مع الصحفي الغاني مايكل جونيور، الصحفي بموقع أفريكان سبورت وأيضا كمان صانع محتوى في أفريكان فوتبول ومدير إعلام لنادي ليجونستيز النادي الغاني في الدوري المحترفين. بالتأكيد سعيد بوجودك معايا على شاشة قناة النادي الأهلي وسعداء بوجودك، وبالتأكيد عايزك تكلمني بقى على شعبية الأهلي ومتابعتك للنادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة وما يحدث كمان عبر السوشيال ميديا والمتابعة اللي موجودة من خلال صفحات السوشيال ميديا. الو الو يس كان يو هير مي اي كان هير يو الو يس بليز يو المكالمه معانا يا جماعه.
طيب نكمل معاكم لان في عطل في الاتصال مع الصحفي الغاني. بالتاكيد التواصل مع الاعلام الافريقي او الاعلام في كل دول افريقيا حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا، النادي الاهلي دايما صاحب الشعبيه الكبيره، نادي القرن في افريقيا، فبالتاكيد شيء مهم جدا. هنحاول نشوف الامر ده خلال الفتره اللي جايه. طيب مكملين معاكم من خلال الترند العالمي ونشوف حساب المان يونايتد. حساب المان يونايتد بيتكلم على القميص الثالث للفريق في الموسم الجديد. على فكره الصور دي النهارده عملت ضجة كبيرة جدا وصورة لافتة للانتباه وصورة لافتة للنظر ان المان يونايتد بيحاول يشوف الديزاين الخاص بالقمصان. بالمناسبة التيشيرت الاساسي والتيشيرت الاحتياطي الالوان ما بتختلفش فيه لان ده الرولز او ده الاساسيات بتاعت اي نادي، لكن القميص الثالث ده انت هنا بتتكلم في الماركتنج، بتتكلم في التسويق، ازاي ممكن تستفيد بيه كناحية تسويقية ودعائية. فدايما القميص الثالث بتكون حاجة شاذة، حاجة مختلفة. فقدامنا التيشيرت بتاع المان يونايتد مش حاجة مختلفة، ده حاجة مختلفة خالص وعملت ضجة كبيرة جدا من خلال صفحات السوشيال ميديا منذ أن تم الإعلان على هذا التيشيرت صباح هذا اليوم. طيب أكتفي بهذا القدر من الترند العالمي ونروح بسرعة لمشاركات الجماهير، وعايزين نعرف آراء الناس وتعليقاتهم ورؤيتهم بعد مباراة الأهلي والحرس بالأمس وشايفين الأداء كان إزاي. أبدأ بيه علي يونس، قال الأهلي لعب كويس آخر تلت ساعة والدليل على كده انه سجل في اخر تلت ساعة. علي الصاوي قال الحمد لله على المكسب في وقت قاتل من المباراة وهي دي روح افضل نادي في الكون، وعمل هاشتاج الاهلاوي مش هيسيبنا. طيب عبد الله عربي قال الاداء كان كويس بس على فترات من المباراة، ولكن اهم حاجة المكسب ونتمنى الاداء يتحسن مع رجوع المصابين نسر الاهلي. احمد عيد توني الاداء متوسط ولكن كل التوفيق للاهلي في المرحلة المقبلة. إبراهيم البيومي قال متوسط لأن هذه المباريات لا تعتمد على الأداء، تعتمد على النتائج بسبب ضغط المباريات والمجهود الذي يبذله اللاعبين، فنشكرهم على الفوز. رأي منطقي ورأي موضوعي ومساندة ودعم للفريق إن شاء الله بالنسبة للمرحلة القادمة. آخر حاجة أختم بيها، الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي عمل إحصائية طيبة جدا واتكلم عن الأربع أندية اللي بينافسوا في مرحلة النصف النهائي، الأهلي والوداد والزمالك والرجاء. بالمناسبة الأهلي أكثر الأندية فوزا خلال هذه البطولة من الثلاثة أندية الأخرى، فاز 8 مرات، الوداد فاز 5، الزمالك فاز 6، الرجاء فاز 6. الأهلي أكثر تسجيلا للأهداف 29 هدف واستقبل 5 أهداف، الوداد سجل 19 واستقبل 9، الزمالك سجل 23 واستقبل 8، والرجاء سجل 19 واستقبل 10. إذن من خلال الإحصائيات الرسمية على موقع الاتحاد الأفريقي الرسمي، الأهلي هو الأكثر فوزا والأكثر تسجيلا للأهداف وأقوى دفاع في دوري أبطال إفريقيا. لغة الأرقام لا تكذب ولا تتجمل، لكن دائما وأبدا سيبقى النادي الأهلي فوق الجميع، وسيبقى النادي الأهلي ملكا متوجا في جميع البطولات التي سيشارك فيها محليا وإفريقيا. أكتفي بهذا القدر وألتقي بكم على خير إن شاء الله في حلقات أخرى قادمة من برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.